ماذا؟ أوه، إنه الصباح بالفعل، وقت الاستيقاظ. أخيراً، إنه وقت عيد الهالوين، العيد المفضل لدي. حتى أنني جهزت زي الخاص، ولدي أيضاً فكرة رائعة عن كيفية إخافة فيتا. أنا أعلم أن أكثر ما تخشاه فيتا في حياتها هو الأشباح، لذلك دعونا نرى كم ستحب بالوني. لنذهب. أتساءل ماذا سيحدث؟ لدي أيضاً كفوف مناسبة مخيفة جداً، سأضعها هنا. طبعاً، ما هو المقلب بدون حلويات مبعثرة؟ تبقى اللمسة الأخيرة. أتطلع إلى مدى سعادتها بهذا الوحل الأخضر. أسكبه هنا. جيد، لن أنسى إغلاق باب الغرفة بهذا الجدار من الطوب، ستعتقد أنه جدار حقيقي. إنه الصباح. هذا رهيب، مخيف. ما هذا على يدي؟ يا له من كابوس. ألا سأريك أليكس؟ أعتقد أن هذا مضحك للغاية. ما هذا؟ كيف يمكنني الخروج الآن؟ ما رأيك بمسحتي؟ سوف ترى كيف سأنتقم منه. بالضبط، سأنتقم عندما يرى بعض البصمات من الدم على المنشفة. ها هو بعض الطلاء الأحمر، رائع. أضعه على يدي وأطبعه على المنشفة. ممتاز، المزيد. جاهز، لكن هذا لا يكفي. سأدع أليكس يغتسل بالماء الملطخ بالدماء في الحمام. سأضعه في الداخل. جيد جدا، وبالتأكيد لن أنسى الكتابات المخيفة على المرآة. هكذا، أنا أراك. كل شيء جاهز الآن. حسنا، حان وقت الاستحمام. ما هذا رهيب، ساعدوني. يا إلهي، ربما تخيلت ذلك. لأنشف نفسي. ما هذا أيضا؟ هناك دم. شخص ما يراقبني، ساعدوني. أليكس، ما رأيك بمقلبي؟ ليس مضحك على الإطلاق. وقت الإفطار. لدي فكرة لمقلب مع فيتا. أحتاج إلى علبة الحليب وعلبة الحبوب. أحضر وعاء الإفطار وأسكب حبوب الإفطار. لكن هذا ليس كل شيء. بدون الديدان لن تحدث المزحة. أسكبهم في علبة حبوب الإفطار. الآن أضع كل شيء في مكانه وكأن شيئا لم يكن. فيتا، توقفي عن اللعب على جهازك، من الأفضل أن تتناولي الإفطار. أوافقك، لقد حان الوقت. آه،
أين هو الحليب؟ أعطني إياه. والآن حان وقت الأكل. شهية طيبة لي. لكن لماذا تتحرك رقائق الإفطار؟ أوه، هذا رهيب. هل هذا أنت يا أليكس؟ كانت مزحة. أعتقد أنها مضحكة جداً. لدي فكرة رائعة. الآن سأقدم لأليكس الفيلم الأكثر رعباً على الإطلاق. للقيام بذلك أحتاج إلى سمع طاولة خاصة. يوجد بها ثقب في المنتصف. الشيء الرئيسي هو أن رأسي يتناسب تماماً مع هذه الفتحة. وسأحتاج أيضاً إلى دلو من الفشار. سيكون هو الطعم لأليكس. وسيكون سعيد برؤية هذا الوجه على الفشار. بدأت المزحة. أوه فشار، لطيفة جداً. وأيضاً فيلم رعب. هذا ما أعنيه بالهالوين. لذيذ. مخيفة جداً فعلاً. أيوه مؤلم. من الذي يعضني؟ هذا أنا، أريد أن آكلك. أوه الفشار هيكل عظمي، ساعدوني. كنت أعلم أن المزحة ستنجح بالتأكيد. كانت رائعة. أحتاج إلى أن أفكر في شيء آخر. بالضبط، ما هو الهالوين بدون اليقطينة؟ أحتاج إلى قطعها والتخلص من الأحشاء عديمة الفائدة. هكذا بالملعقة. أتخلص من كل شيء. والآن أحتاج إلى قطع اليقطينة لأجعلها معبرة قدر الإمكان. عيون ومن ثم الفم. من الضروري وضع الشموع داخل اليقطينة بحيث يكون الوجه مخيفاً قدر الإمكان. هكذا. والآن سأضع اليقطينة تحت السرير. هيا بنا لندخل. سأضعها هنا. والآن سأضع آثار أقدام من الدم حتى ينظر أليكس تحت السرير بالتأكيد. للقيام بذلك علي تلطيخ نعل الحذاء الرياضي بطراء أحمر. بالمناسبة يصعب غسل الطلاء، فلا تكرر ذلك في المنزل. هيا بنا نبدأ. هكذا. جاهز. والآن يبقى فقط انتظار أليكس. غريب، ما هذا؟ يا لها من آثار أقدام غريبة. إلى تحت سريري. أوه هذا رهيب، ساعدوني. هذا اليقطين يريد أن يأكلني. يا لك من جبان. جبان؟ إذن إنه أنت. هذا غير مضحك. أنا جائعة لكنني حصلت على بيتزا واحدة فقط. أنا آسفة جداً لك، لكن هذا رائع. لدي الكثير من البيتزا. الكثير؟ لم ترب وجهي بعد. انظري، يوجد الكثير من البيتزا لدرجة أنها تصل إلى السماء. ديانا ستبدأ لأنها الأقل حظاً. هذا يكفي، هذا ليس مضحكاً على الإطلاق. أعلم بدونك أنني سوف آكل وأنا سعيدة جداً. على الرغم من أنني لا أملك سوى بيتزا واحدة، إلا أنها لذيذة ودافئة للغاية. انظروا إلى الجبن وهو يمتد. جميل. هاي أكثر دقة. انظري أين ترمين القمامة. ما
هو الفرق؟ الشيء الرئيسي هو أن مذاقها جيد بالنسبة لي. توقفي، هذا يكفي، لقد تعبت منك بالفعل. سأرمي القشور عليك، خذي هذا. أنت مضحكة للغاية، لا أحد يلمسني. بالمناسبة حان الوقت لأكل البيتزا. أوه نعم، ديانا كانت على حق، البيتزا رائعة. فكرة، أعرف كيف أتناولها بشكل مريح بحيث لا تتسخ يدي. يمكنني لفها كاللفة. الآن إنها لذيذة ومريحة. جميلة لذيذة. انظروا، الآن سأريكم كيف يمكنني أكل البيتزا بسرعة. واو، كيف هذا؟ إنه مذهل جدا. لم أعتقد أبدا أن هذا القدر من البيتزا يمكن أن يلائم فم شخص ما. بالطبع، طريقة سريعة. أوبس، يبدو أن الأمور لم تسر وفق الخطة. ماذا نفعل الآن؟ هيا، ما الذي يقلقك؟ الآن أصبحت كل البيتزا لنا، يمكننا الاستمتاع بها. أين البيتزا الخاصة بي؟ ألا تخجلوا؟ لقد سرقتهم بكل وقاحة. لصوص، لا تصرخي علينا، كنا جائعين. لقد حان الوقت لتناول البيتزا، كنت أنتظر لفترة طويلة. لكن البرج ليس بسيطا، ولكنه لذيذ جدا. بقي السج. حبة تيك تاك واحدة. لدي صندوق كامل. انظروا ماذا لدى ديانا. نعم، انظروا إلى كل ما لدي. إنه ليس مجرد صندوق، إنه علبة عملاقة من تيك تاك، رائعة جدا. لكن للي تأكل أولا. أنا أعرف. الحلوى الخاصة بي بنكهة الكوكاكولا، أنا حقا أحبها. لذيذ جدا لكنها قليلة. ماري، حان دورك الآن. هاي، أنا مستعدة دائما لأكل شيئا لذيذا. ما هذا؟ لماذا لا أحصل على الحلويات؟ هيا بسرعة إلى فمي. ماري فقدت كل حلوياتها. لا مشكلة، قد تكون مبعثرة عبر المائدة، لكن لا يزال من الممكن أكلها أو امتصاصها من خلال القشة. شبعت. ديانا، بقيت أنت. أخيرا حان دوري لأكل كل هذه اللذاذة. تبدو لذيذة. نعم لذيذة، شاركي معنا. شارك؟ لا، إنها لذيذة لدرجة أنني سأكلها بنفسي بكل سرور. اللعنة. بالضبط، لدي فكرة عن كيفية سرقة الحلوى. إذا وصلت من هذا الجانب فهي بالتأكيد لن تلاحظ. ماري، ضع يدك هنا، سوف نأكل التيك تاك. مهلا، من أين لك هذا؟ هذه حلوتي. استعدوا لبعض النيران من بندقيتي. خذي هذا. هذا يكفي، قفي، نتوسل إليك، يكفي. ستعرفون كيف تسرقون حلوتي. إنها تقصفنا بالحلوى. هذه رصاصة لذيذة، يمكننا التقاطها بفمنا وتناولها. هذه فقط فكرة رائعة. خذوا هذا. أعتقد أنني نفدت من الخراطيش تماما، وليس لدي ما أكله، لكننا ممتلئون. واو، من يحتاج إلى الكثير من الثوم؟ أوافقك، لا أعرف أبدا. لن يحالفكم الحظ يا فتيات، أنا لدي قطعة واحدة. أنت أول من سيأكل. وماذا في ذلك؟ سأتعامل معها بسرعة، سأقشرها وإلا فلن يكون من الممتع تناولها. طريقة رائعة للتقشير. ما رأيكم؟ الآن بقي من الرائع أكلها. لا أريد أكل هذه الأشياء.
يجب أن تكوني قد رأيتي وجهك المتجعد. هل تعرفين ما الذي يمكن أن يساعدك؟ عصارة الثوم. بمساعدتها لن يبدو تناول الثوم مزعجا. هيا ليلي افتحي فمك، سأساعدك وأعصر الثوم هناك. لا شكرا، سأفعل ذلك بنفسي. افتحي فمك جيدا، سأساعدك. ما رأيك؟ هل هو لذيذ؟ هل أعجبك الثوم؟ لا إنه فظيع، لم يسبق لي تذوق أشياء أسوأ في حياتي. أنا آسفة. يا لها من رائحة كريهة. ليلي حتى لا تكون رائحة فمك مثل المجاري، خذي علكة. شكرا، أنا بالتأكيد لن أمانع بالعلكة. لقد ساعدت. الآن لا يبدو أنني أكلت الثوم. أنت محظوظة، لقد أكلت الثوم بالفعل، لابد لي من ذلك الآن. على الرغم، لماذا؟ إنه جميل جدا، سيكون أكثر روعة إذا وضعته حول رقبتي وارتديته كزينة. لاحقا، حسب القواعد عليك أن تأكليه. شهية طيبة. كنت أتمنى أن تنجح فكرة العقد، وأنت غاضبة جدا ديانا، لكن لدي فكرة أفضل. لتقشير الثوم سريعا وبشكل دقيق، يجب أن أضعه في كوب وأرجه جيدا. ثم سأتخلص من كل القشور، ويمكن أن تؤكل الرؤوس بأمان. كمان! أجل ليلي، أوافقك، الثوم غير سهل للغاية. أشعر وكأنني أكلت سلة مهملات. وتنبعث منك رائحة كريهة في كل الغرفة الآن، لكن لا بأس، أعرف كيف أتعامل مع هذا بسرعة. سوف يساعدنا معطر الجو. لن يفيد شيء حتى تختفي الرائحة من فمك. اللعنة، والآن ماذا يمكنني أن أفعل؟ إذا كانت هذه رائحة أنفاسك، فأنت بحاجة إلى رشها بالمعطر. أها، خذي هذا. أوه، يبدو أن العلبة انتهت. حسناً، اختفت الرائحة. بالضبط، لا رائحة، على الرغم من أن طعمه سيء جدا. ديانا، حان دورك الآن لتناول الثوم. يا فتيات، أتوسل إليكم، لا يمكنني أكل هذه المجموعة الكاملة. ممنوع، هيا كلي، نحن نؤمن بك. أتمنى ألا أمرض. مع ذلك أنا فتاة قوية، يمكنني التحمل بضع فصوصا من الثوم. واو، إنها تأكله بشكل كامل مع القشور. بقي القليل، لابد لي من التعامل معه. أكثر دقة، أنت ترمي علينا. لا أهتم، كل ما يهمني أن رائحة فمي مثل سلة المهملات. أيوه، الرائحة كريهة، لكنني أعرف ماذا سيساعدنا. إذا حجبنا مصدر هذه الرائحة الكريهة، سنتخلص منها من الغرفة. أوه، ليس لدي شيء لأتنفس. ساعدوني، أنقذوني. أتمنى أن تكون على قيد الحياة. بالطبع على قيد الحياة، لقد أغمي عليها للتو من الرائحة الكريهة. كل شيء على ما يرام معي، أنا حية، أنا جيدة. لقد أتوا إلي، أنا آتية. أفتح. طاب مساؤك، شكرا لك. كل هذا لي، الآن سأصلح هذا السرير قليلا. بماذا تفكر؟ أرتدي القفازات وأبدأ العمل. الآن سأصنع سريرا مثاليا، لهذا أنا بحاجة إلى هذه الأشياء. أوه، سأسقط. كوني حذرة. كل شيء على ما يرام، لا ضرر. نواصل. هل أنت بخير؟ نعم نعم، كل شيء على ما يرام. وجدت أشياء مهمة جدا عن البناء خاصتي، سأضعهم هناك، وواحدة أخرى. والآن لنبدأ بالعمل. أوه، أنا أسقط. لقد قلت لك انتبهي. كل شيء على ما يرام. الآن سأرمي هذه في القمامة وأصنع سرير رائع. نعم، سهل جدا، أحتاج إلى إصلاح القضبان. وهذا نصف العمل. نعم، عمل عظيم.
مثالي، فقط جاهز. واو، أنا أيضاً أريد. أستطيع بسهولة حل الموضوع. أوه، وصلوا بالفعل. تفضلوا، هذه أموالكم. سنفعل كل شيء أنستي. شكراً لك. ما هذا؟ كان ثقيلاً. كيف ذلك؟ واو، رائع. نعم نعم، لا شيء مثير للدهشة. سأحصل على أفضل سرير. ووضعوا أيضاً الأزهار. نعم نعم، أحسننا عملاً. كل شيء جاهز. اللمسات الأخيرة. وانتبهوا إلى أعينكم. واو، لا تحسدينني، لا يزال لدي أفضل سرير. من الصعب الجلوس هنا، غير مريح. أما هنا رائع جدا، لماذا تنظري إلي؟ حسنا حسنا، ماذا علي أن أفعل؟ أها، يمكنني استخدام هذا الستائر. الآن سيكون سريري جميل. وماذا إذا أخذت شيئا آخر؟ هذا رائع أيضا. الآن علينا تثبيت كل شيء بمساعدة خرازة الأوراق. لنذهب للعمل. الستارة الأولى جاهزة، والآن الثانية. انتهيت، الآن جاهز. لماذا رميت الدباسة علي؟ واو، الآن سأفاجئ الجميع. الشيء الرئيسي هو الربط بإحكام، والطرف الآخر أيضا. لدي أرجوحة جميلة الآن، أستطيع أن أستريح عليها. صنعت لنفسها أرجوحة شبكية. لا تحسدينني. كم أشعر بالملل. فكرة، لست بحاجة إلى الأرجوحة الآن. سأصنع طاولة من هذه المنضدة وهذا القماش. يجب أن يكون جميل. والآن سأضيف بعض الأشياء. طقم شاي مذهل وأكواب لطيفة. مرحبا بكم في حفلة الشاي أصدقائي. روضة أطفال، حفلة الشاي. لدي فكرة أفضل، أريد الاستماع إلى الموسيقى. بالتأكيد سوف تحسدني. مرحبا، تفضل ضعهم هنا. هل لديكم حفلة اليوم؟ أي حفلة بدون أضواء. شكرا لك، أحسنت عملا. تفضل المال. شكرا. سأقوم بدعوة جميع أصدقائي بسرعة. ما هي الحفلة بدون صديقاتي؟ يا فتيات، لنستمتع بوقتنا. الآن سيكون روعة فقط. ما الذي يحدث معها؟ ممنوع الدخول؟ لا نريد أبدا. كم هو صوت عالي. مستحيل أذني. قومي بإيقاف تشغيل الموسيقى. سأتصل بمن يمكنه حل الموضوع. الموسيقى صاخبة جدا، هل ستأتي؟ أنا في انتظارك. بسرعة. مرحبا بك، إلى هناك. سنكتشف ذلك الآن، لا تقلقي. هل هذا هم؟ سأعمل بكل حرفية. يا بنات، أنتن صاخبات جدا، هذا سيء. لدي فكرة، هذا لك. شكرا جزيلا، سررت بالتعامل معكم. طاب مساؤكم. يا له من يوم جيد، أريد أن أرقص وأبتسم. أنا على حق، يجب أن أذهب. مع السلامة. أرأيت كيف تحل المشاكل؟ أنت مرة أخرى؟ فكرة، يمكنني الاستمتاع أيضا. سترين، حفلتي ستكون أفضل بمئة مرة من حفلتك. كل ما أحتاجه هو كرة أرضية. سوف أريك. دعونا نحصل على الأقراص. ممتاز، هذا يكفي. الآن أنا بحاجة إلى قطعهم إلى قطعة صغيرة. يجب الحرص على عدم قطع نفسي. نعم، جاهزة. الآن الكثير من المربعات اللامعة، سألصقها على الكرة الأرضية. واحد تلو الآخر، هكذا. لنديره، جاهز وهو جميل. الآن بحاجة إلى تعليقه هنا. مذهل، سررت. الآن الأقراص المتبقية ستزين الحائط. ألصقهم بلطف هكذا. ولدي مكبرات الصوت هذه، رائعة. سأقوم بتشغيل موسيقي المفضلة بأعلى صوت ليستمع إليها الجميع. هل تحبون ذلك يا أصدقائي؟ ما هذا؟ يا لها من حفلة رائعة، نحن بحاجة إلى الذهاب. مرحبا، هل ممكن أن ندخل؟ بالطبع، انضموا إلي. هذه حفلة شيء رائعة.
كيف هذا ممكن؟ أنا بحاجة لبعض الضوء. الكتاب ممتع جدا. ماذا؟ الضوء يومد. هذا ليس جيدا. لقد انطفأ. هيا أعمل. ماذا أفعل الآن؟ واو، لدي صندوق من المصابيح. كم يوجد؟ هذا يمكن أن يفي بالغرض أو يمكن استخدامه لشيء آخر. سأضع كل المصابيح على الأرض وهذا الصندوق لا نحتاجه. هكذا؟ أما هذا فنحن نحتاجه حقا. بتعبير أدق، السلك. والآن بحاجة إلى إرفاق كل المصابيح به. جاهز، أحسنت عملا. ماذا تفعل؟ الآن سأعلق إكليلا حول محيط السرير. اتضح أنه جيد. ما هذا؟ نعم، إنه فقط جميل جدا. مشرق للغاية. الآن يمكنني قراءة كتابي. واو، أنا أريد ذلك أيضا. أحتاج إلى التوصيل بشكل عاجل. مرحبا، أنا بحاجة إلى مساعدتك. أريد إضاءة هذا السرير. لا مشكلة، أحضرت كل ما تحتاجيه. سيكون السرير الأكثر إشراقا، سترين. نشغله. جاهز. رائع، هنا أموالك. شكرا لك. لا، هذا مرعب. كل شيء يحترق. سريري، ماذا أفعل؟ أنا خائفة. نحن بحاجة إلى إطفائه. لا تقلقي، سأنقذ سريرك. انتهينا. كان ذلك مخيفا حقا. أدعوك إلى سريري إذن. حسنا، سأتي. ماذا علينا أن نفعل؟ لديك مكان لطيف جدا والألعاب لطيفة. نعلن السلام. بالطبع.